يولد من مخلوق ويتألم ويهان ويصلب كمان. طب ازاي؟ ازاي؟ وكمان انتوا بتقولوا قدوس الحي الذي لا يموت والذي قام من الأموات ارحمنا. هو كان مات عشان يقوم من الأموات؟ هل اللاهوت يولد؟ هل اللاهوت يتعذب ويتألم؟ هل اللاهوت يموت؟ كلامك يا جناب الأسقف مقدونيوس زي كلام نسطور بالظبط. نسطور اللي اتحرم في مجمع أفسس مفهوم باطل. نسطور وضع نفسه في مأزق خطير لما رفض تعاليم البابا كارلوس عمود الدين. رفضها لأنه لا فهمها ولا استوعبها. لكن لو رجعنا بالتاريخ واستدعينا تعاليم البابا كيرلس هنلاقي الإجابة على سؤالك. يا ريت الأسقف فليكسينوس يخلينا في الحاضر وننسى التاريخ. أنا برفض كلامك وبرفض رأيك يا جناب الأسقف بإننا ننسى التاريخ ونخلينا في الحاضر، لأن حاضرنا واجتماعنا ده في يوم من الأيام هيكون تاريخ. الولادة والتألم والصلب والموت كلها حصلت في الطبيعة الناسوتية اللي أخدها رب المجد يسوع المسيح من والدته السيدة العذراء، وما تمتش إطلاقا في الطبيعة اللاهوتية. وده معناه إن رب المجد ولد من العذراء بالجسد فقط، ولد ناسوتيا ولم يولد منها لاهوتيا. تألم وصلب ومات بالجسد فقط ناسوتيا، ولم يتألم ولم يصلب ولم يمت لاهوتيا، وأخيرا قام من بين الأموات منتصرا بقوة لاهوته. وإحنا لما نقول في صلاة الثلاث تقديسات الذي ولد من العذراء والذي صلب والذي قام من الأموات، بنقول قبلها قدوس الحي الذي لا يموت. لأنه إن كان الله الكلمة قد مات بالجسد فهو بلاهوته ما ماتش. لا 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 لا، اللي بتقوله ده يا حضرة الراهب ملوش إلا معنى واحد، إن لو الروح الإنسانية فارقت الجسد الإنساني يبقى بالتبعية نفس الروح فارقت لاهوته. يسامحني جناب الأسقف لو قلت له إنه تفسيره غير صحيح، لأن لو كانت الروح الإنسانية لله الكلمة فرقت جسده الإنساني بالموت، فروح الإنسانية لم تفارق لاهوته مطلقا، لأن اللاهوت متحد بالجسد الإنساني والروح الإنسانية. والدليل على كلامي إننا لو تأملنا حادثة الموت هنلاقي صحيح الجسد انفصل عن الروح الإنسانية، لكنه ما انفصلش أبدا عن اللاهوت. والروح الإنسانية فرقت جسده الإنساني لكنها ما فرقتش اللاهوت وفضلت متحدة بيه. وده معناه إن الموت هو انفصال الجسد الإنساني عن الروح الإنسانية، مش انفصال اللاهوت عن النسوت. ولو جناب الأسقف كان تعب نفسه ودور ورجع للإصحاح الأول آية 17 و18 لرؤيا يوحنا اللاهوتي، كان هيلاقي إجابة سؤاله من فم رب المجد إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لما قال لتلميذه يوحنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. الآية
الدعاية دي ما تنفيش ان العلاقة بين اللاهوت والناسوت هي اتصال مش اتحاد. اعتراضات جناب الاسقف لحد دلوقتي مش مدعمة باي ادلة، ومع ذلك تعال نفسر الآية ونشوف بتقول ايه. رب المجد بيقول عن نفسه في الآية: انا هو الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين امين. والضمير انا في الآية بيدل على ايه؟ بيدل يا جناب الاسقف على اتحاد حقيقي، مش مجرد اتصال زي ما جنابك كنت بتقول من شوية وزي ما نسطور كان بيعتقد. ده غير ان الضمير انا بيدل على الطبيعة الواحدة، انا هو الاول والاخر، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين. فالاتحاد كان بين الطبيعتين في لحظة التجسد، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية في شخص واحد هو أقوم الكلمة. شخص واحد هو اللي بيقول أنا هو الأول والآخر، أنا كنت ميتا، أنا حي إلى أبد الأبدين. اللي بيتكلم شخص واحد. ومن ناحية تانية احنا عارفين ان اللاهوت ما ماتش وما تسفكش دمه، لان الله حي لا يموت وملوش لحم ودم، لكن اللي مات هو ناسوت، واللي تسفك دمه برضه هو الناسوت، ولان اللاهوت متحد بالناسوت اتحاد تام فعلي، فالدم دم الهي، والموت موت الهي، والكفارة هي كمان كفارة الهي. لا 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 لا، انا بعترض يا جلالة الامبراطور. الراهب ساويروس بيستخدم الفاظ وتراكيب ومعاني يعجز العقل عن تفسيرها. جلالة الامبراطور هو متصور ان باسلوبه ده هيخلينا نتراجع. غريبة اسقف مقدونيوس، مع ان الراهب ساويروس واضح في شرحه للتعليم اللاهوتي، وكمان شرحه ده مدعم بالأدلة والبراهين، لكن ما نعرفش برضو ان الراهب ساويروس بنعمة ربنا اكيد عنده أدلة تانية ابسط للرد على الاسقف مقدونيوس. لو العقل عجز عن التفكير زي ما بتقول يا جناب الاسقف، ده معناه انه عاجز لانه رافض لمجرد الرفض مش لصعوبة الكلام اللي انا بقوله. وعموما لو جناب الاسقف عقله محتاج اسلوب ابسط من اللي انا بتكلم بيه، فما فيش افضل من اني اختم كلامي بقول بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين اصحاح 13 وعدد 8: يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. ورغم ان تفسير الآية دي بيأكد ان الاسم اللي تسمى بيه اقنوم الكلمة اللوغوس بعد التجسد هو يسوع المسيح، الا ان الآية تنسب له صفة الوجود الدائم سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل، ودي طبعا صفة من صفات الالوهية. جناب الاسقف محتاج اثباتات تاني ولا كفاية كده؟